يلا نبدأ. يلا مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن بالمحاضرة الثانية، بدنا نحكي أو نكمل الحديث عن الالتزامات المتداولة. طبعا في الجلسة الماضية حكينا عن الدائنين وعن أوراق الدفع قصيرة الأجل، سواء اللي بتحمل الفائدة أو ما تحمل الفائدة. اليوم رح نحكي عن الفقرات الأخرى اللي هي الالتزامات المؤكدة. في عندنا لسه 7 فقرات. إذا اليوم رح نحكي عن الاستحقاق الجاري من ديون طويلة الأجل، يعني جزء من ديون طويلة الأجل. إذا أخذنا نحن قرض طويل الأجل واستحق هذا القرض، بدنا نسدده على عدة دفعات، فالجزء المستحق منه خلال الجزء المستحق منه خلال الفترة القادمة اللي هي فترة أقل من سنة، فنعتبره هذا من الالتزامات المتداولة المؤكدة، فبدنا نشوف كيف بدنا نظهرها بالميزانية. إذا الاستحقاق من الديون طويلة الأجل هو جزء من المستحق خلال العام المالي القادم، وبالتالي الفترة المبلغ اللي مستحق في الفترة القادمة من هذا القرض، قرض طويل الأجل، رح يعتبر جزء من الالتزامات المتداولة المؤكدة. فيمكن تحويل الالتزامات من تصنيف الالتزامات طويلة الأجل إلى التزامات متداولة، وبهذا الشكل أنه يتم استبعاد هذا الجزء اللي بيستحق خلال السنة القادمة من ديون طويلة الأجل. إذا كانت يتم تسويتها باستخدام أصول مجمعة لهذا الغرض لم يتم اعتبارها أصول متداولة، أو يتم تسويتها وإعادة تمويلها من إصدار دين طويل الأجل، أو يتم تحويلها إلى أسهم رأس مال عادي. إذا مختصر الكلام أنه إذا كان عندي قرض طويل الأجل لنفترض 20 مليون بدنا نسدده على 10 سنوات بأقساط سنوية، فعشرين مليون على 10 سنوات طبعا بتنحسب بطريقة الفائدة المركبة، وبالتالي مو هي 20 على 10، أكيد مو بهذا الشكل، لأنه 20 رح يصيروا مع الفائدة، رح يصيروا لنفترض 28، ف28 إذا قسمناه على 10 سنوات، إذا بالسنة الواحدة 2.8 مليون. فبالتالي إذا كنا نحن هلا بوحدة 30/12/2000، إذا كنا هلا بوحدة 30/12/2019، فالقرض الطويل مثل ما قلنا، قرض طويل الأجل مثل ما قلنا أنه هو 28 مع الفائدة ناقص 2.8، بيبقى عندي 25.2 هذا الدين طويل الأجل. أما الجزء المستحق من قرض طويل الأجل فمقداره 2.8 مليون، هذا بيظهر ضمن خصوم متداولة. هذا هو كل ما يتعلق بالاستحقاق الجاري من قروض طويلة الأجل.
إذا مثال، بفرض أن إحدى الشركات حصلت على قرض 3.5 مليون بفائدة 10%، يستحق السداد على مدى 5 سنوات باقساط متساوية، وفي 31/12/2019 يظهر رصيد هذا القرض في الميزانية، الجزء المستحق منه كالتزام قصير الأجل 700 ألف، إجا قسم 3.5 مليون على 5 سنوات، فكل سنة 700 ألف، هذا من أصل القرض. طبعا الفائدة كمان لازم تتسجل. إذا القرض الطويل 10% وبقي هو 1.8 مليون. إذا فيما يخص الجزء المستحق من الالتزامات طويلة الأجل، فقط يتعلق بالتصنيف أو الإفصاح عنه في الميزانية. بنروح إلى البند الرابع اللي هو الإيرادات غير المكتسبة أو المقبوضة مقدماً. طبعا الإيرادات غير المكتسبة، أنتم تعرفوا إذا المنشأة عندها أملاك وراحت أجرت هالأملاك هاي لنفترض سيارة أو عقار، فهالأملاك إذا أجرته للغير بمقابل، فهذا المقابل إنه لازم مع مرور الوقت إنه المنشأة تقبض البدل بدل الإيجار. فإذا المنشأة ألزمت المستأجر بأنه المستأجر يدفع إيجار عدة أشهر سلفا، فهذا الإيجار المدفوع سلفا أكيد إذا انتهت الفترة المالية راح نشوف إن إحنا هذا الإيجار قبضناه عن فترة ماضية ولا لسه عن فترة مقبلة. عن الفترة الماضية إذا استحقينا نحن صار من حقنا هذا الإيجار، أما إذا لسه الفترة اللي بدنا نأجرها أو نخلي المستأجر يستفيد من العقار لسه هالفترة ما أجت، فبالتالي الجزء المقبوض من الإيجار راح نعتبره إيراد غير مكتسب أو مقبوض مقدما. إذا الإيرادات المقبوضة مقدما تعد نوعا من الالتزامات التي تتطلب تسويتها أداء خدمات. إذا أنا مأجر عقار لحدا ودفع لي إيجار سلف، فهذا المبلغ اللي مقبوض سلفا هو التزام علي، فبدي اعمل له تسويه. التسويه مو معنى ذلك اني ارجع الايجار، لا، التسويه هي انا اترك المستاجر يستفيد من خدمات العقار. اذا الايرادات المقبوضه مقدما تعد نوعا من الالتزامات التي تتطلب تسويتها اداء خدمات بدلا من دفع اموال. إذا لا يترتب عليها تدفقات نقدية، الإيراد المقبوض مقدما لا ينتج عنه تدفق نقدي مستقبلي، وإنما تمكين المستأجر من الاستفادة من خدمات العقار. فهي إيرادات بهذا الشكل، فهي إيرادات غير مكتسبة، لم تحقق شرط الاعتراف المحاسبي بالإيراد، إذ تكون المنشأة استلمت المبالغ قبل تقديم الخدمة أو بيع البضاعة بالمفهوم المحاسبي للاعتراف بالإيراد، ولذلك تسجل كالتزامات على المنشأة لحين الاعتراف بالإيراد محاسبية. طبعا بيع المنتج أو تقديم الخدمة هم اللي النقطة أو اللحظة اللي بتحقق فيها الإيراد. إذا
المعالجة المحاسبية للإيرادات غير مكتسبة تقوم على الاعتراف بالمبالغ المستلمة في تاريخ الحصول عليه باعتباره إيرادا غير مكتسب. إيرادا غير مكتسب. أهلين وقام، يا هلا. بنسامح الجميع، دنيا رمضان اللي بيجي متأخر الكل بنسامحه، وخاصة الموظف الغلبان. الموظف أكيد بيركض من مكان لمكان، كمان بدنا نسامحه. يعني أنت إلك ميزتين، أنت موظفة والدنيا رمضان، فسامحناكي. مين دكتور فراس؟ مين دكتور فراس؟ راما. يلا بنكمل يا راما، يلا ما في مشكلة، ما في مشكلة. بس العبارات رجاء، قلت لكم المرة الماضية العبارات اللي بتكتبوها خلوها قصيرة، يعني خلي العبارة كلمتين ثلاثة. هلا راما كتبت سطرين ثلاثة، سطر طويل، فهلا من هون لنهاية المحاضرة أي شيء تبعتوا لي بدي آخذ المؤشر على اليمين على الشمال حتى أقرأ. أما لو كلياتكم تلتزموا بأثناء المحاضرة بكلمتين ثلاثة، فكل كلمة تكتبوها تظهر قدامي مباشرة. يلا يلا، ما ولا يهمك. إذا المعالجة المحاسبية للإيرادات غير مكتسبة تقوم على معالجة هذه المبالغ المستلمة في تاريخ حصول عليه باعتباره إيراد غير مكتسب أو إيراد مقبوض مقدما، وتأجيل موضوع الاكتساب إلى تاريخ تحقق الإيراد. إذن بالشكل التالي: لتاريخ الحصول على المبلغ مسجل من حساب النقدية إلى حساب الإيراد مقبوض مقدما. إذا من حساب النقدية هذا بتاريخ الحصول، كل مبلغ اللي بنقبضه نعتبره مقبوض مقدما. بتاريخ الاعتراف بالإيراد بنسجل من إيراد مقبوض مقدما إلى الإيراد الفلاني، إيراد العقار ولا إيراد سيارة ولا إيراد أي شيء. هذا بتاريخ الاعتراف بالإيراد. يتم الاعتراف بالإيرادات المتحققة باعتبارها إيرادات، ومن ثم نقفل هذا الإيراد المتحقق بحساب ملخص الدخل. مثال، طبعا هذا الكلام تعرفوه أنتم بالسنة الأولى، بس ولكن بنحب نأكد عليها مشان أنه نعطي فكرة كاملة عن الالتزامات المتداولة، فكرة كاملة عن الالتزامات المتداولة. إذا قامت إحدى الشركات في 1/9/2019 ببيع 1500 تذكرة سفر نقدا. إذا بعنا 1500 تذكرة نقدا، قيمة التذكرة الواحدة 10,000. إذا 1500 ضرب 10,000 يساوي إلى 15 مليون. ممكن 15،
وهي تغطي 3 مواسم مدة الموسم 4 أشهر، أي بمعدل 500 تذكرة لكل موسم. إذا 1500 لمدة 3 مواسم، كل موسم 500 ومدة الموسم 4 أشهر. ونلاحظ أنه تم البيع في 1/9، إذا 1/9/2019، إذا المبلغ اللي قبضناه 15 مليون عن سنة كاملة، عن 3 مواسم سنة كاملة. فلذلك هذا الموضوع 15 مليون بدنا نوزعه على 3 مواسم، في موسم منهم داخل ب 2019 وموسمين داخلين ب 2020. طب المبلغ 15 مليون كله قبضناه ب 1/9 ب 2019، ولذلك المعالجة راح تكون على الشكل التالي: إذا تسجيل القيود عن عام 2019 والأثر على ميزانية 2019. إذا بتاريخ الحصول على المبلغ، نلاحظ أن الشركة حصلت على كامل المبلغ مقدما قبل تقديم الخدمة. لذلك هلا رح نثبت ب1/9 الايراد هذا على انه ايراد مقبوض مقدما او ايراد غير مكتسب. فمن حساب النقديه الى حساب الايراد مقبوض مقدما 1500 ضرب 10,000، اذا 15 مليون. ب31/12 بمجرد مرور الزمن من 1/9/2019، مجرد ما انطلقنا كل يوم عم يمر، اذا الايراد عم يتحقق. وصلنا الى 31/12، مضى من هذا الوقت موسم اي 4 اشهر، ولسه في عندي موسم ثاني ولسه في موسم ثالث، كل موسم 4 اشهر. بس نحن هلا ب 31/12 بدنا نعمل الميزانية، بدنا نعمل القوائم المالية، وبالتالي جزء من هذا الإيراد قبضنا 15 مليون، جزء من هذا الإيراد تحقق. أكيد 15 مليون بالكامل ما رح نعتبره إيراد متحقق، هو إيراد بس ولكن غير محقق بعد. الجزء اللي تحقق منه هو باعتبار نحن وصلنا إلى نهاية السنة، نهاية سنة 2019، فجزء من هذا الإيراد نتيجة مرور الزمن اتحقق. فبنسجل من حساب الإيراد مقبوض مقدما إلى حساب الإيراد. قديش؟ 500 تذكرة ضرب 10,000، إذا المبلغ هون في خطأ مطبعي أكيد، المبلغ لازم يكون 5 مليون، المبلغ لازم يكون 5 مليون. شكرا. إذا إذا برجع، عفوا حصل خطأ عندي، راح أرجع. إذا برجع بذكركم بالإيرادات غير المكتسبة أو الجزء المقبوض مقدما من الإيراد. هذا الإيراد هو عبارة عن استغلال لأملاك المنشأة من قبل الغير مقابل بدلات معينة.
فإذا المنشأة تخلت عن جزء من ممتلكاتها لفترة مؤقتة لصالح الغير ببدل معين، فالبدل الذي يتم تحصيله هو يعتبر بدل أو إيراد مقبوض مقدما، وفي نهاية أو وبتاريخ التحقق بلحظة تقديم الخدمة يتحقق الإيراد، وبلحظة بيع المنتج يتحقق الإيراد. إذا الخدمة، إذا كان هاي الأملاك هاي هي عبارة عن عقارات، يعني أجرنا عقار المنشأة للغير وقبضنا الإيجار عن سنة كاملة، عن سنتين إلى آخره، فهذا المبلغ المقبوض دفعة واحدة بتاريخ التأجير لا يعتبر إيراد متحقق، وإنما يعتبر إيراد، وهذا الإيراد غير متحقق بعد. فبتاريخ التحقق يتم الاعتراف بهذا الإيراد، ولكن أحيانا قد تكون بال قد تكون هناك نهاية للسنة خلال فترة العقد، وبالتالي في نهاية كل فترة مالية لابد من الاعتراف بجزء من الإيراد اللي تحقق. فبهذا الشكل بتاريخ الحصول على الإيراد منسجل من حساب النقدية إلى الإيراد مقبوض مقدما، وبتاريخ الاعتراف بالإيراد منسجل من إيراد مقبوض مقدما إلى حساب الإيراد. طبعا إذا انتهت الفترة المالية، إذا انتهت الفترة المالية هذا الإيراد اللي قبضناه نحن، هذا الإيراد اللي قبضناه لنفترض إنه هو خاص بفترة إنه كلها داخل السنة، فبنهاية أو بتاريخ التحقق بنسجل من إيراد مقبوض مقدما إلى الإيراد، وفي نهاية السنة نقفل الإيراد المتحقق بمنخفض الدخل من إيراد إلى منخفض الدخل. أما إذا انتهت السنة وفترة العقد هي داخل بين فترتين ماليتين، فبنهاية السنة بنعترف بجزء من الإيراد والجزء الباقي نؤجل الاعتراف به إلى الفترة اللاحقة. المثال اللي موجود معنا، قامت في إحدى المنشآت بتأجير، أو عفوا قامت في إحدى المنشآت ب 1/9/2019 ببيع 1500 تذكرة سفر نقدا، قيمة التذكرة الواحدة 10,000، وهل عملية هاي بتغطي 3 مواسم مدة كل موسم 4 أشهر بمعدل 500 تذكرة لكل موسم؟ يعني بعت أنا 1500 تذكرة، و1500 تذكرة هي عن 9 أشهر، عفوا 4 4 8 12، عن سنة كاملة، فعن كل تلت سنة في 500 تذكرة. فالشركة باعت التذاكر وقبضت القيمة نقدا، قيمة كل التذاكر بس، ولكن الإيراد هذا لا يعني أنه تحقق بتاريخ 1/9، ولا يعني أنه نأجل الاعتراف بهذا الإيراد ل 1/9/2020، لا، بمجرد مرور الزمن يتم تحقق الإيراد عن الفترات اللي مضت، وبالتالي بنسجل العملية بالشكل التالي. إذا بتاريخ 1/9 بنسجل من حساب النقدية إلى حساب الإيراد مقبوض مقدما 15 مليون، منين جاي 15 مليون؟ هي عبارة عن 1500 تذكرة ضرب 10,000 ليرة سعر التذكرة، هذا بتاريخ بيع التذاكر. طبعا التذاكر تم بيعها عن سنة كاملة، وهالسنة هاي داخل بين سنتين ميلاديتين، سنة العملية اللي بتغطيها، سنة اللي بتغطيها العملية هي من 1/9/2019 لغاية 31/8/2020، وبالتالي هالسنة المالية هي داخلة بين سنتين ميلاديتين.
الجزء من الموسم او موسم معين بيدخل بعام 2019 وموسمين ب 2020، فقبضنا المبلغ سجلنا من حساب النقديه الى حساب ايراد مخفوض مقدما. لما وصلنا الى نهايه السنه فبدنا نعرف قديش نصيب سنه 2019 من هذا الايراد، فبنلاحظ انه نصيب هذا الايراد هو نصيب هذه السنه هاي من ايراد المخفوض مقدما هو عباره عن 5 مليون، اي 500 تذكره ضرب 10000 تذكره، 500 تذكره ضرب 10000 ليره قيمه التذكره. اذا القيد من حساب الايراد مقبوض مقدما الى حساب الايراد 5 مليون. طبعا هي 5 مليون الايراد هو يعتبر ايراد فعلي متحقق، فبنهايه السنه كمان بدنا نقفل هذا الايراد من حساب الايراد الى حساب ملخص الدخل 5 مليون. بهذا الشكل بكون اعترفنا بالايراد بمقدار الجزء المتحقق. وفي الميزانيه يتم اظهار ايرادات التذاكر المقبوضه وغير متحققه، ايراد تذاكر مقبوض مقدما بمبلغ 10 مليون ليره ضمن الالتزامات المتداوله. في اي تساؤل لحد الان؟ هذول فقرتين نحن خلصناهم اليوم، الاستحقاق الجاري من ديون طويله الاجل والايرادات غير المكتسب. اذا ما في اي تساؤل نروح الى الفقره رقم 5. طبعا الفقره الاولى والثانيه حكينا عنهم الاسبوع او بالمحاضره الماضيه. اليوم فقرتين لحد الآن، هلأ وصلنا إلى الفقرة الخامسة، ضريبة المبيعات المستحقة. إذن ضريبة المبيعات المستحقة، طبعا هذه الضريبة إذا كانت موجودة حسب قوانين كل دولة، الدول هالضريبة هاي موجودة وبعض الدول مو موجودة. ضريبة على المبيعات، ضريبة على المبيعات اذا ببعض الدول موجودة هالضريبة وببعض الدول غير موجودة. ف فالضريبة المستحقة، ضريبة المبيعات المستحقة هي ضرائب المستحقة على المبيعات، يعني منشأة عم تبيع البضائع، يعني إذا ما باعت ما في ضريبة، إذا باعت في ضريبة، ضريبة هي تدفعها لوزارة أو مديرية المالية للمحافظة اللي هي فيها، بس ولكن هالضريبة هاي لازم يتم عكسها على الزبون. فالتاجر او المنشأة هي وسيطة بين الزبون وبين الجهة المعنية بالدولة بهذا الموضوع اللي هي وزارة المالية او المديرية المالية في المحافظة. فاذا كانت السلعة قيمتها 1000 ليرة وضريبتها 5% لنفترض ضريبة المبيعات، ضريبة المبيعات إذا كانت 5% فبهيك الحالة 50 ليرة، أي سعر السلعة هاي أو القطعة بتصير 1050 ليرة. فنحن بعنا بضاعة، نحن كمنشأة تاجر بعنا بضاعة، البضاعة اللي بعناها بمناسبة بيعها قبضنا 50 ليرة. هال50 ليرة مو إلنا نحن كمنشأة، هال50 ليرة مو إلنا نحن كمنشأة وإنما هي للدولة. أنا أخذتها من الزبون وبدي أحولها للدولة، طبعا مو كل 50 ليرة بقبضها وبروح بعطيها للدولة، لا، بتم تجميعها وفي نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر يتم توريدها
أو تحويلها إلى الجهة المعنية بالدولة. إذا ضريبة المبيعات إذ يتم تحصيلها عند البيع من الزبون، أي تضاف إلى سعر البيع. وعادة أو هاي الضريبة، الضريبة هاي هي نسبة مئوية من سعر البيع. نسبة مئوية، لا مو مثل ضريبة الرواتب والأجور، لا بحكي عن البيع، عن البيع فقط. يعني إذا رحت تشتري أنت أي قطعة لبس بقول لك سعرها 100,000 ليرة بس عليها ضريبة 5%، فبالتالي أنت بتدفع 105,000، تدفع أكثر 105,000. رحت بدك تشتري غسالة، الغسالة حقها لنفترض 400,000، عليها ضريبة 5%، فبهذه الحالة بدك تدفع على كل 100,000 ليرة تدفع 5,000، إذا بتدفع 420,000. التاجر بيقبض منك 420، 400 إلو وعشرين ألف للدولة باعتبار أنه المنشأة هي وسيطة، وبتحول هالضريبة هاي بعد كل أو كل فترة زمنية. إذا فيقوم البائع بتحصيل الضريبة، طبعا التاجر وسيط بيقبض المبلغ من هون ماشي، وبيجمع، لا مو ضريبة قيمة مضافة، لا مو ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة انفاق ولا ضريبة رواتب الأجور، هي ضريبة المبيعات. هي شغلتها انه تصير على البيع، اذا ما صار بيع ما في ضريبة ماشي. اذا ضريبة المبيعات هي من الضرائب المستحقة على البيع، المناسبة تبعيتها هي البيع، وتحصل من الزبون ويتم تحويلها الى الدولة في نهاية كل فترة. والضريبة هاي تحدد بنسبة من سعر البيع، فالبائع هون بيحصل هالضريبة هاي من المستهلك من خلال إضافتها إلى ثمن البيع لصالح الجهة الحكومية المختصة. وبهالحالة هاي يفترض أن تقوم بدورها، يقوم المنشأة بدورها بتوريد أو بتحويل هذه الضريبة إلى الجهات الخاصة، إلى الجهات المعنية. ولذلك تعد هذه الضريبة عند البيع بمنزلة التزاماً على المنشأة تجاه الجهة الحكومية. الضريبة هاي بمجرد ما أنه أنا رحت قبضت مبلغ من زبون وبدي حوله بعد يومين ثلاثة أسبوع شهر إلى الجهة المعنية بالدولة اللي هي مديرية المالية، إذا هذا المبلغ راح يضل معاي فترة، وبالتالي إذا هناك التزام علي إني أورد هذه الضريبة إلى الجهة في نهاية كل فترة. وبالتالي قبضت المبلغ أنا خلال الفترة، أي قبل وصول إلى نهاية الفترة، وبالتالي لازم أعترف بأنه هذا المبلغ هو التزام علي. يعني لما بعت بضاعة وقبضت من الزبون 20,000، هل 20,000 هي التزام علي لغاية ما أسدده للجهة المعنية اللي بالدولة اللي هي المديرية المالية. إذا في عندنا طريقتين لتسجيل ضريبة على المبيعات. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة مباشرة، وفق هذه الطريقة يتم فصل بين ثمن البيع ومبلغ الضريبة على المبيعات عند
التحصيل مباشرة. يعني لما قبضت أنا قلت إنه الغسالة ثمنها 400 ألف، بعناها بنسبة 5% بعناها للزبون، بس ضريبة هالبيعة هاي هي 5%، وبالتالي أنا قبضت من الزبون 420 ألف. قبضت 420 ألف. إذا المبلغ اللي قبضته من الزبون 420، 400 هي إلي للمنشأة، أما 20 ألف هي للدولة، وبالتالي حسب الطريقة المباشرة يتم فصل بين ثمن البيع 400 ومبلغ الضريبة 20 ألف عند التحصيل مباشرة، حيث يجعل حساب ضريبة المبيعات المستحقة دائما. مشان ليش عملناه دائم؟ مشان يبين انه هذا التزام علي، انه ضريبة المبيعات خلت انه يصير عندي حساب جديد اسمه ضريبة المبيعات. اذا حسب هالطريقة هاي بناخذ المثال التالي. عم تفهموا علي؟ استنوا بس، في حدا كاتب عبارة طويلة، لا أقرأها، لا أقرأها. يعني نسجل المبيعات بشكل منفصل والضريبة لحالها. مظبوط مظبوط يا محمد. إذا خلينا نشوف هذا المثال. باعت إحدى المنشآت ب 31/12/2019 بضاعة نقدا بمبلغ 800 ألف ليرة، مع العلم أن الضريبة على المبيعات 5%. إذا حسب الطريقة المباشرة أنا بعت بضاعة ب 800 ألف نقدا، قبضت 800 ألف، وزائد لازم يكون بيكون أنا قبضت كمان 5% من 800 ألف. المطلوب تسجيل القيود اليومية وبيان الأثر على الميزانية. إذا من حساب نقدية أو حساب الزبائن حسب الحال، من حساب النقدية أو الزبائن إلى حساب مبيعات 800 ألف وإلى حساب ضريبة المبيعات 40 ألف. إذا من حساب النقدية أنا قبضت 840 ألف، بس 800 هي إلي و40 ألف هي للدولة. في الميزانية الضريبة هاي باعتبار أن لسه ما حولتها إلى المالية، إلى الجهة المعنية في الدولة، وبالتالي يعتبر هذا التزام علي لازم أظهره أنا في الميزانية. فلما بنحول هالضريبة هاي بنسجل من حساب ضريبة المبيعات المستحقة إلى حساب النقدي. هلا بنجي إلى طريقة غير مباشرة، إلى طريقة غير مباشرة، يعني ندمج الضريبة مع ثمن البيع. ندمج الضريبة مع ثمن البيع. إذا لا يتم الفصل بين حساب ضريبة المبيعات وحساب المبيعات عند حدوث عملية البيع، أي بلحظة البيع المبلغ اللي قبضناه كله يعتبر مبيعات، بحيث أن سعر البيع أو المبيعات يتضمن سعر البيع مضافا إليه مقدار ضريبة المبيعات. إذا حسب الطريقة الثانية، الطريقة الغير مباشرة، هلا إنه بهالطريقة هاي المبلغ اللي نحن بنقبضه من الزبون، هذا المبلغ جزء لنا وجزء للجهة المختصة بالدولة. فبهالطريقة هاي طريقة غير مباشرة لا يتم الفصل بين
حساب ضريبة المبيعات وحساب المبيعات بلحظة البيع. إذا بلحظة البيع ما بيتم الفصل بين المبيعات وضريبة المبيعات، فكله بيتسجل مع بعضه بمبلغ واحد. وفي الحالة هاي سعر البيع أو المبيعات يتضمن سعر البيع أو المبيعات يتضمن سعر البيع مضافا إليه مقدار ضريبة المبيعات. وفي هذه الحالة يجب بيان قيمة المبيعات بشكل صحيح، لأنه راح يعتبر إيراد عادي للمنشأة، ومقدار الالتزام ناشئ عن الضريبة بشكل واضح. نحن لازم نعرف صحيح الطريقة هي هيك بتقول أن الطريقة غير مباشرة يتم الدمج بين المبيعات وضريبة المبيعات، بس نحن لازم نفصلهم مشان نقدر نفصح عن الالتزام قصير الأجل بعدين. إذا وذلك بجعل حساب المبيعات مدينا بمبلغ ضريبة المبيعات المستحقة، وجعل حساب ضريبة المبيعات المستحقة بالمبلغ نفسه. إذا بالمثال التالي راح تتوضح الأمور أن بفرض أن رصيد حساب المبيعات لدى إحدى المنشآت في 31/12/2019 يبلغ 2,100,000، مليونين ومئة ألف، مليونين ومئة ألف. مليونين ومئة ألف. المبلغ هذا بتضمن الضريبة على المبيعات. إذا نحن كل المبلغ اللي قابضينه هو 2,100,000، هذا كل شيء المبيعات وضريبة المبيعات، مع العلم أنه نسبة ضريبة المبيعات هي 5%. يعني سعر البيع إذا كان 100، سعر البيع إذا كان 100 المقبوض لازم يكون 105، مو هيك؟ إذا سعر البيع 100 فاللي بدي أقبضه من الزبون 105، أنا اللي قبضته من الزبائن خلال هالفترة هاي 2,100,000. إذا قديش لازم يكون سعر بيعهم؟ سين، سين بتساوي إلى 2,100,000 ضرب 100 على 105. لحظة. ألو، تحياتي أستاذ باسم، يا هلا، مشتاقلك والله، على راسي، تسلم. يا محمد تعال تاني. ألو يا إذا برجع على المثال، بقول انه انا المبلغ اللي قبضته من الزبائن خلال السنة معينة 2,100,000، ونسبة الضريبة هي 5% على سعر البيع، وبالتالي كل 100 ليرة بقبض من الزبون 105 ليرات. المبالغ اللي انا قبضتها كمبيعات والضريبة سوا من الزبائن خلال السنة 2,100,000، إذا المبيعات هون تطلع 2,000,000. فبنهاية السنة المبيعات هي إيراد إلي، أما الضريبة فهي التزام علي أنا، وسيط بين الزبائن وبين الجهة المعنية اللي بالدولة، وبالتالي بنهاية السنة لازم أفصل هذا الأمر بين المبيعات وبين ضريبة المبيعات. إذا الضريبة هي 100,000 والمبيعات هي 2,000,000. أما عملية التسجيل فهي على الشكل التالي: من المبيعات عملنا مبيعات مدين إلى حساب ضريبة مبيعات مستحقة. هي ضريبة مو علي أنا كمنشأة،
وإنما أنا مكلف بإني أحصل هذه الضريبة نيابة عن الدولة مشان أورد لها إياها، لأنه أنا اللي عم ببيع المنتج للزبون، وبالتالي أنا اللي عم بقبض، وبالتالي الضريبة هاي هي مو التزام، مو علي، مو مفروضة علي، وإنما أنا مكلف بإني أحصلها مع عملية البيع. وهالضريبة هاي باعتبار إنه جعلنا حساب ضريبة المبيعات المستحقة دائما، فهالضريبة هاي لازم تظهر بالميزانية بجانب الخصوم. إذا هالضريبة هاي تظهر بالميزانية في جانب الخصوم ضمن الالتزامات أو الخصوم المتداولة. هذا كل ما يتعلق بضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات إذا التزام عليه. الالتزامات المتعلقة بالموظفين، هلا البند السادس من بنود الالتزامات المؤكدة. إذا حكينا عن الدائنين، أوراق الدفع واستحقاق الجزء، استحقاق الجزئي من ديون طويلة الأجل، الإيرادات مقبوضة مقدما، ضريبة المبيعات، وهلأ وصلنا إلى الالتزامات المتعلقة بالموظفين. الالتزامات المتعلقة بالموظفين اللي هي مرتبطة بالرواتب والأجور. المنشأة إلى عقد مع الموظف أو العامل. هذا العقد بيقول إنه يا عامل أنا بدي أدفع لك عن كل يوم أو عن كل شهر المبلغ الفلاني. بس ولكن في التزامات علي، في التزامات علي أنا كمنشأة، إنه هالراتب قبل ما أدفعه أنا للعامل أو الموظف، فبدي أقتطع من هذا العامل مبالغ معينة، وباعتبار أنا الراتب من عندي أنا اللي عم بدفع للعامل أو الموظف، فقبل ما أدفع الراتب للعامل أو الموظف بقتطع مبالغ معينة لصالح جهات معينة. وبعدين مثل ضريبة المبيعات اللي حكينا عنها من شوي، وبعدين بقوم بعملية التوريد لهالرسوم أو لهالاقتطاعات هاي أو هالخصميات إلى الجهات المختصة. إذا هذول الالتزامات المتعلقة بالموظفين هي عبارة عن الأشياء المرتبطة بالرواتب والأجور، مثل التأمينات صح، وضريبة الرواتب والأجور كمان نفس الشيء، مثل التأمينات وضريبة الرواتب والأجور والاقتطاعات لصالح النقابات والاتحادات. إذا تنشأ نتيجة هالالتزامات، تنشأ نتيجة دور المنشأة باعتبارها وسيطا فيما يتعلق بمدفوعات الضرائب على الرواتب والأجور، أقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة على رواتب الموظفين، الاشتراك بالنقابات، أقساط التأمين، العلاوات والمكافآت. فالمنشأة هون تدفع الرواتب لموظفيها بعد اقتطاع الضريبة لهدول، مو نفقة على يونس، هدول مو نفقة على المنشأة، هدول نفقة على العامل أو الموظف، بس مفروضة على المنشأة أنه تقتطع بس اقتطاع وتحوله بعدين إلى الجهات الخاصة بها. إذا المنشأة تدفع الراتب للموظف، وبعد اقتطاع تدفع الراتب للموظف والعامل بعد اقتطاع مبلغ معين كضريبة ومبلغ معين كقسط تأمين أو قسط التأمين ومعاشات أو إلى آخره من أو اشتراك النقابة.
او اقساط التامين. اذا بهالحاله هاي المنشاه اخذت مبالغ معينه من الموظف، وهالمبالغ هاي في نهايه كل سنه بتحوله الى، او نهايه كل فتره الى الجهه الخاصه بها اللي هي الدوله او النقابات. فتدفع المنشأة الرواتب للموظفين بعد اقتطاع الضريبة واقساط التأمين وأي اقتطاعات أخرى على أن تقوم بتوريد هذه الاقتطاعات إلى الجهات الضريبية ومؤسسة التأمينات والنقابات وشركات التأمين خلال الأيام الأولى للشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه التحصيل. إذا الالتزامات هاي حسب، مو بالضرورة أنه خلال الأيام الأولى، ممكن كل شهرين. إذا الأيام الأولى من بعد شهرين او بعد 4 اشهر او 3 اشهر او بعد شهر. اذا بتحدد غالبا المدد هاي بانه لغاية 15 شهر التالي او 10 شهر التالي او 10 شهر او الربع التالي انك تحول هالاقتطاعات هاي او الخصميات الى جهات المعنية. بفرض ان ضريبة الرواتب والاجور في احدى الشركات عن شهر كانون الأول 2019 بلغ 1,400,000 ليرة. منها 130,000 رواتب وأجور مستحقة عن علاوات ومكافآت، و 180,000 ضريبة رواتب والأجور، و 90,000 تأمينات اجتماعية، والباقي تدفعه فقد تم دفعه نقدا بتاريخ 31/12. إذا تسجيل عملية تسجيل قيد المحاسبي لهالرواتب هاي وبيان الأثر على الميزانية ب 31/12. إذا الخيط من حساب الرواتب والأجور 1,400,000، بس هالمليون وأربعمية كلها هي عبارة عن رواتب ودفعتها للعاملين؟ أكيد لا، اقتطعت منه 180,000 ضريبة، ضريبة الرواتب، و90,000 اشتراكاتهم بالتأمين والمعاشات، والرواتب وأجور مستحقة ما دفعناها رح ندفعها بعد رأس السنة. إذا 130,000، فدفعنا نقدا كاش للعاملين 1,000,000 ليرة. اذا من ضمن الاقتطاعات ظهر عندي ضريبة الرواتب والاجور والتأمينات. هاي الاقتطاعات انا اقتطعتها من العامل وبدي احولها بعدين الى ملخص، احولها الى الجهة المعنية. والرواتب طبعا الرواتب اللي نحن بنقفلها بملخص دخل 1,400,000، الرواتب بنقفلها بملخص الدخل بمبلغ 1,400,000، لانه جعلنا حساب الرواتب بديم ل1,400,000، فلازم لما بدنا نقفله ب1,400,000. اذا الالتزامات هاي كلها تظهر عندي في الميزانية ب 31/12 في جانب الخصوم على الشكل التالي: ضريبة الرواتب 180، تأمينات اجتماعية 90، ضريبة أو عفوا الرواتب وأجور مستحقة 130. هذول كلهم التزامات متداولة. إذا ضريبة أنا وصيت فيها فبدي أدفعها للدولة بعد يومين ثلاثة أسبوع حسب، والتأمينات الاجتماعية كمان نفس الشيء. هذا كل ما يتعلق بالالتزامات على الموظفين. نجي على الأرباح مقرر توزيعها. إذا الشركة، كل شركة بتشتغل مشان تحقق ربح أكيد. إذا كل منشأة لازم تهدف إلى تحقيق ربح. الربح هذا اللي بيتحقق في نهاية كل سنة، لازم لما بنعمل قائمة الدخل أو القوائم المالية نحدد الربح. هذا الربح لازم
نعرف انه بدنا نوزع جزء منه على المساهمين. طبعا عم نحكي عن شركات كبيرة، ما عم نحكي عن شركات صغيرة يعني مشروع فردي او شركة اشخاص، يعني عم نحكي عن شركة مساهمة. اذا بهالحالة هاي الربح اللي بدنا نوزعه، الربح اللي حققناه جزء منه بدنا نحتفظ فيه وجزء نوزعه. فالجزء اللي بدنا نوزعه، الاجراءات الخاصة بعملية التوزيع هي طويلة شوي، يعني بنهاية كل سنة لازم نعمل الميزانية وقائمة الدخل. هالميزانية وقائمة الدخل لحتى نعدها بتاخذ منا وقت طويل، شهرين او ثلاثة. وبالتالي بعد ما تنتهي الميزانية نعرضها على الإدارة، مجلس الإدارة، وبعدين نعرضها على أو ندققها، وبعد تدقيقها نعرضها على الهيئة العامة، وبعدين لحتى الهيئة العامة للمساهمين هي اللي تقر أنه هالأرباح هاي هي اللي بدنا نوزعها. طبعا خلال الفترة من نهاية السنة لغاية ما يتم اعتماد توزيع الأرباح، هذا كله مقترح. بمجرد ما الهيئة العامة وافقت على التوزيع، فهذا التوزيع لازم نعطيه للمساهمين. هالأرباح اللي أقرناها بأنه نوزعها، فلازم نوزعها على المساهمين. طبعا بلحظة الإقرار هذا المبلغ صار التزام علي أنا، لازم أسدده. بس هل المساهمين بيجوا كله بيركضوا وبيجوا على الشركة مشان يقبضوا المبلغ كلهم خلال ربع ساعة، نص ساعة، يوم؟ لا أكيد. فبنعطيهم مهلة نحن، نقول لهم تعالوا راجعوا الشركة خلال أيام من 2/5 لغاية 6/5. إذا هذا الربح بمجرد ما أنه أقرينا توزيعه، هذا الربح صار التزام علي. طب إمتى بدي أعطيه فعلا للمساهم؟ الفترة الفاصلة بين تاريخ الإقرار وتاريخ التسليم، تاريخ تسليم المبلغ للمساهم، الفترة هاي كلها لازم تظهر عندي هالأرباح هاي إنه هي معدة للتوزيع أو مقرر توزيعها. ماشي؟ وهذا الموضوع رح نحكي عنه لاحقا قبل نهاية الفصل. إذا بنروح إلى الفقرة اللي هي ودائع متوجبة الرد، ودائع متوجبة الرد. ودائع متوجبة الرد هي ودائع نقدية مستلمة. يعني أبسط لكم إياه بعدين نحكي عنه. لا، إنه لنفترض قناني حليب، قناني ازاز حليب. فلما بتروح لعند البياع، انت كزبون لما بتشتري قنينة حليب شو بدك فيها؟ انت بدك الحليب، بس هي شركة عملت هالمنتج هذا ضمن قنينة ازاز. فلما تروح لعند المحل بدك تشتري قنينة حليب، بيقول لك سعرها لنفترض 500 ليرة ولا 1000 ليرة ولا 2000 ليرة. طب هي السعر هذا هو سعر الحليب زائد الإزاز، بس أنت الإزاز ما بدك إياه. لذلك هذا هو موضوعنا، إنك تحط مبلغ عند المحل. انه اذا قال لك سعر القنينة هي 2000 ليرة، منها 1000 ليرة
للحليب وألف ليرة للإزاز. فأنت دفعت 2000، قال لك أنه روح خذ الإزازة و2000 ليرة أنت دفعتها، بس تجيب القنينة برجع لك الألف، وإذا ما جبتها خلص كأني بعتك القنينة مع الحليب، يعني الحليب مع القنينة. وصلت الفكرة؟ هذا هو موضوعنا. فالمحل طبعا هالأشياء كثيرة، المحل بيروح بيشتري من عند المنتج، المحل بيروح بيشتري من المنتج كميات كبيرة بهذا الشكل. حتى المحل هو وسيط بينك انت كزبون كمستهلك وبين الشركة المنتجة. الشركة المنتجة بتقول انا عملت لك الحليب بإزازة ماشي مشان نبين عليك وضوح وشفاف انه شو في جوات العلبة، وزائد هالقنينة هاي انا ما بدي بيعك الازاز لانه بجوز انت ما تكون محتاجة لهالازازة هاي. فبالتالي يا زبون يا محترم خذ القنينة اشرب حليباتك ورجع لي القنينة، واذا رجعت برجع لك المصاري، ما رجعت القنينة بعتك القنينة بما فيها. اذا طبعا التاجر بهالحالة لما بيروح بيشتري من عند الشركة المنتجة بيشتري بكميات كبيرة. هالازاز هذا هو بيشتري شره على امل انه يرجع بياخذ بيسترجع المبلغ الوديعة. لذلك الشركة المنتجة لهالحليب هذا لهالازاز هذا، الشركة لما بتبيع للزبون للمحل نصف جملة او محل المفرغ او محل الجملة ايا كان، فالكميات الحليب المباعة لهالمحلات هاي وقيمها هي مو كلها ايرادات بالنسبة للشركة المنتجة، هي مو ايرادات، وانما الحليب ثمن الحليب هو ايراد، اما ثمن الازاز فهو يعتبر وديعة. انا التاجر لما انا اذا كنت شركة منتجة ويونس عنده محل، فاجا يونس لعندي واخذ من عندي 100 صندوق ماشي، قلنا له حق الحليبات هيك وحق الازاز هيك والمبلغ اللي انت بتعطيني اياه لنفترض السعر 2000 ليره واخذت بمبلغ الفلاني لنفترض 20 مليون منهم مليون 10 مليون هم عباره عن ثمن الحليب و10 مليون ثمن الازاز. فانا كشركه منتجه لما بعتك الحليب مع الازاز بسجل مبيعاتي على انها 10 مليون، و10 مليون هي وديعه عندي، وديعه لك عندي، هالمبلغ مجمع، جيت رجعت لك اياه، ما جيت خلص بعتبر انه هذا الازاز هذا انا بعتك اياه بيع. اذا يمكن ان تتضمن الالتزامات المتداوله ودائع نقديه مستلمه من الغير الزبائن والعاملين، كما في حالة استلام ودائع من الزبائن لأجل ضمان إنجاز العقد أو الخدمة أو بوصفه ضمانا يغطي دفعة التزامات متوقعة مستقبلا. وديعة التي تطلبها شركة الهاتف عن تركيب خط الهاتف أو الودائع التي تستلم من الزبائن ضمانا عن أضرار يمكن أن تقع للممتلكات باستلام الزبون كضمان المستلم مقابل سيارة الإيجار، سيارة أجرتها لحدا بنفس الطريق. ويعتمد تصنيف هذه العناصر ضمن الالتزامات المتداولة أو غير المتداولة على المدة الزمنية. إذا أنا المبلغ قابضه منك، يعني أجرتك سيارة وهذا أجرتك الإيجار السيارة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر، إذا بعد هالمدة هاي بدك تجي تأخذ التأمين تبعك وتسلمني سيارة. أما إذا كان التأجير لمدة تزيد عن سنة فهذا التزام غير متداول، أما إذا كان التأجير لمدة أقل من سنة فهو التزام متداول.
والتأمين اللي دفعناه بنصنفه بهالشكل هذا حسب المد. نجي إلى آخر فقرة، التعهدات قصيرة الأجل المتوقع إعادة تمويلها. إذن يقصد بتعهدات قصيرة الأجل تلك الديون التي تستحق السداد خلال السنة بعد تاريخ قوائم مالية المشرة خلال دورة التشغيل العادية يوم أطول، ويكون هناك تعهدات قصيرة الأجل من المتوقع إعادة تمويلها على أساس طويلة الأجل. ويقصد بإعادة تمويل لتعهدات قصيرة الأجل على أساس طويل إما استبدالية أو بتعهدات طويلة الأجل أو بحقوق الملكية، أو استبدالية بتعهدات قصيرة الأجل تستحق بعد فترة مستمرة غير مقطوعة تغطي العام أو دار التشغيل أي من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي. إذا نحن عم نحكي عن تعهدات قصيرة الأجل، لحتى نوضح نعطي المثال التالي. نفترض أن إحدى المنشآت حصلت على قرض 2,000,000 ليرة من المصرف التجاري مدته سنة، إلا أنه وبناء على رغبة المصرف فقد أصدرت المنشأة أوراق دفع مدتها 9 أشهر مع ضرورة إعادة تجديدها باستمرار، فهل تعتبر المنشأة هذا القرض ديون طويلة الأجل أم أنها التزام متداول؟ إذا حصلت على قرض من مصرف تجاري مدته سنة وحررت ورقة أنا تستحق خلال مدتها 9 أشهر، ماشي؟ إذا هذا الالتزام متداول ولا طويل؟ أكيد لحل هذه المشكلة لازم نفرق بين الشرطين التاليين. يتم استبعاد التعهدات قصيرة الأجل من الالتزامات المتداولة إذا توفر فيها الشرطين التاليين معا، شرطين سواء: وجود نية على إعادة تمويل التعهدات على أساس طويلة الأجل، وجود حق غير مشروط بتأجيل التسوية الالتزام لمدة 12 شهر على الأقل بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. إذا أخذت قرض أنا من مصرف تجاري مدته سنة، أعطيت ورقة تعهد أني أدفعه خلال 9 أشهر، إذا هذا التزام قصير الأجل لأنه ما في عندي نية للتعهد أني أموله على أساس طويل لمدة قصيرة. ووجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية الالتزام، لمدة 12 شهر على الأقل، المدة اللي معانا هي 9 أشهر لمثالنا الحالي. إذا هناك نوع آخر من الالتزامات المتداولة، لا خلصنا هيك دقيقة بس، الالتزامات المؤكدة خلصناها قسمناها إلى 9 فقرات آخرها التعهدات قصيرة الأجل المتوقع إعادة تمويل. إذن خلصنا الالتزامات المؤكدة. نجي إلى الالتزامات غير المؤكدة أو المحتملة أو الطارئة. الالتزامات المتداولة المحتملة والطارئة. إذن هل الالتزامات المحتملة والطارئة هي عبارة عن تعهدات تستند إلى حدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية التي يأتي ليؤكد القيمة المستحقة للالتزام، أو الجهة المستحق لها، أو تاريخ استحقاقه، أو حتى ليؤكد وجود الالتزام نفسه. إذن هذا الالتزام المحتمل، الالتزام المحتمل أو الطارئ هو عبارة عن تعهد، أتعهد أن أدفع، بس هذا التعهد يستند إلى حدوث
او عدم حدوث. اذا صار شغله فلانيه بدفع لك، اذا ما صار ما بدفع. اذا يستند الى حدوث او عدم حدوث واحد او اكثر من الاحداث المستقبليه. الاحداث هاي هي اللي بتاكد اذا حدث وقع ما صار التزام، ما وقع او اوقع عكسه ما صار التزام. اذا ليؤكد القيمة المستحقة للالتزام، هذا واحد، والجهة اللي بتستحق هذا الالتزام، وثلاثة تاريخ الاستحقاق، وأربعة حتى ليؤكد كمان الالتزام نفسه أن الالتزام نفسه موجود ولا غير موجود. إذن الالتزامات المحتملة متوقفة على وقوع حدث أو عدم وقوع هذا الحدث لحتى نقدر نحدد المبلغ وصالح أي جهة والتاريخ استحقاق أو حتى الالتزام نفسه أنه بصير ولا ما بصير. إذا بهالحالة لازم نعرف أن الالتزامات الطارئة لا يتم الاعتراف بها في القوائم المالية في حال التزام محتمل لم يكتمل تأكيد، لم يتم تأكيده كالتزام حالي. إذا الاحتمال محتمل والتزام حالي ليس من المحتمل أن يتم سداده، الالتزام الحالي ليس من المحتمل أن يتم تسديده، أو التزام حالي لا يمكن إجراء تقدير، لا يمكن إجراء تقدير موثوق به. إذا لحتى نقدر نميز بين الالتزامات المؤكدة والالتزامات الطارئة، الالتزامات الطارئة لا يتم الاعتراف بها في القوائم المالية في حال أنه التزام محتمل أو التزام حالي ليس من المحتمل أن يتم سداده، أو التزام حالي لا يمكن إجراء تقدير له أو تقدير موثوق به. بناء عليه الالتزامات المحتملة والطارئة يرافقها عنصر عدم التأكد أكيد من ناحية وجود التزام أو عدم وجود التزام، تحديد المبلغ، التاريخ المتوقع أو تاريخ الاستحقاق اللي لازم نسدد فيه هذا الالتزام بالمستقبل. ومن أبرز الالتزامات المحتملة الدعاوي القضائية وتكلفة الضمان والكفالات، تكلفة الضمانات والكفالات. إذن نبدأ بالدعاوي القضائية. يقصد بالالتزامات المحتملة هون فيما يتعلق بالضواحي بالدعاوي القضائية أنه هي عبارة عن الالتزامات التي قد تنتج عن خسارة المنشأة للدعوة. نحن في دعوة قضائية بيننا وبين وئام، فهالدعوة هاي ما بنعرف أنه بدنا نكسبها ولا نخسرها، فالخسارة هاي الالتزامات المحتملة تنتج عن خسارة المنشأة للدعوة القضائية المرفوعة ضده، أنه هي وئام رفعت علينا الدعوة، فاحتمال أني أخسر الدعوة، أنه وئام هي اللي تكسب. فالالتزامات المحتملة أو الطارئة فيما يتعلق بالدعاوي القضائية هي متوقفة على أني رح أخسر ولا رح أكسب الدعوة. الأمر على أنه نخسر الدعوة ولا نكسبها. طبعا هون قبل البث بالدعوة أنا وعم بعمل الميزانية، فلازم أنا أتأكد من أنه هذا الالتزام أو أنه أحصل على معلومات عن هذا الالتزام من خلال محامي الشركة، يتم التقرير
في القوائم المالية عن خسائر التزامات في هذه الحالة، ويجب أن يكون السبب الذي أدى إلى قيام الدعوى قد حدث قبل إعداد القوائم المالية أو تاريخ إعدادها. يعني لما نقول في عندي في علي التزام محتمل نتيجة أني راح أخسر دعوى قضائية، لازم بهالحالة الحدث اللي بيخلي أنه الشخص اللي بده يرفع علي الدعوى أنه هذا الحدث اللي وقع لازم يكون قبل تاريخ الميزانية. ومن غير المهم عدم معرفة المنشأ بقيام الدعوى أو إمكانية قيامه، وإنما المهم هو أن تعلم المنشأ بذلك قبل إصدار القوائم المالية وليس بتاريخ تلك القوائم. إذن التزامات ناتجة عن الدعاوى القضائية قبل إعداد القوائم المالية، بشوف أنا شو هي المجالات اللي ممكن أنا أخسر فيها وما بقدر أنا أنفيها أو أأكدها بشكل قاطع. إذن هالالتزامات ناتجة عن الدعاوى القضائية لازم نفصح عنها في الميزان. ومن ناحية أخرى، حتى تتمكن المنشأة من تقويم مخاطر ناتجة من الدعوى، يجب عليه أن تأخذ في الحسبان العوامل التالية: طبيعة الدعوى وصفاتها، تطورات الدعوى، رأي المستشار القانوني، خبرة الشركة والشركات المماثلة في حالات مماثلة، أي استجابة من قبل الإدارة بالنسبة للدعوى. مثال: أقام أحد المؤلفين دعوى قضائية على شركة للطباعة والتأليف، شركة للطباعة والتأليف ولا التغليف، في 1/1/2019. إذن مؤلف تعامل معنا نحن كشركة للطباعة والتغليف، في مؤلف معين تعامل معنا قالنا إنه اطبعوا لي هل المؤلف هذا أو الكتاب هذا أو الرواية القصة. إذا نحن طبعنا له يا مطالبا الدعوة هاي مطالبا بتعويض 1,000,000 ليرة بسبب انه هو عم يدعي انه شركة خالفت شروط العقد الموقع بينهما، ونص الاتفاق على ان تقوم دار النشر بطباعة 4500 نسخة من الكتاب، مع العلم أن الشركة قامت بطباعة 6500 نسخة، وقد أكد محامي الشركة أن نتيجة دعوة ستؤول لصالح المؤلف. إذن في دعوة علينا ومحامي في دعوة علينا عم بيطالبنا ب1,000,000 ليرة، ومحامي الشركة اللي متولي الموضوع عم يقول انه احتمال كبير انه نخسر الدعوى، احتمال كبير انه نخسر الدعوى. فأكيد بعد الميزانية اكيد راح يتم البث بالموضوع من قبل القضاء. ففي عندي عدة احتمالات: احتمال انه قرار الحكم يجي بالتعويض للمؤلف بكامل المبلغ، واحتمال انه يطلع القرار مطالبة بالتعويض للمؤلف بنسبة 40%، مع العلم ان الضريبة معدل الضريبة 20%. اذا الحكم يصدر مو هو المؤلف بده 1,000,000 ليرة، احتمال الاول انه يصدر الحكم لصالحه بالكامل. الاحتمال الثاني انه المحكمة تصدر القرار بانه يا شركة ادفعوا تعويض بنسبة 40% من مبلغ التعويض إلى الشخص المتضرر. فبهالحالة لازم نعرف قديش معدل الضريبة اللي منطبق في مثل هذه الحالات. القرار الثالث والأخير أو المثال الثالث والأخير أو الحكم الثالث والأخير أنه قرار الحكم لصالح الشركة ومعدل الضريبة 20%. إذن الحالة الأولى أنه نعوض المؤلف 1,000,000 ليرة، الحالة الثالثة والأخيرة
انه روح يا مؤلف بلط البحر ما لك شيء عنا. الاحتمال الثالث انه ندفع له 40%، مع العلم انه نصف الضريبه 20%. اذا الحل هلا في 31/12/2019 يتم جعل المبلغ المقدر للخسائر الطارئة مصروفا مدينا على الفترة الحالية، والالتزام المقدر عن الدعاوى القضائية دائما، والمصروف نقفله في الأرباح والخسائر أو ملخص الدخل. إذا القيد هلا من مصروف الدعوى المقدرة إلى الالتزام المقدر المستحق عن الدعوى 1,000,000 ليرة. اذا باعتبار انه المحامي او في دعوة، وهالدعوة هاي اكيد الشخص اللي اشتكى علينا انه قدر مقدار التعويض اللي هو بده اياه، فبالتالي هو مقدره بمليون. منسجل من حساب مصروف الى حساب الالتزام المقدر طبعا المستحق عن الدعوة. هذا المصروف 1,000,000 ليرة نقفله بملخص الدخل، من ملخص الدخل إلى حساب مصروف الدعوة. هلأ بده يصدر الحكم. يصدر الحكم قدامنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه ندفع التعويض بالكامل للشركة المؤلفة للمؤلف. فباعتبار أنه نحن كنا حاسبين هذا الحساب قبل رأس السنة أو عند رأس السنة عند إعداد الميزانية ب1,000,000 ليرة، صدر الحكم متوافق، فلذلك بنسجل من حساب الالتزام المقدر المستحق عن الدعوة إلى حساب النقدية وخلصت الحكاية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أني أسدد 40% من المطالبة بس، فلذلك بسجل من الالتزام المقدر المستحق عن الدعوة 400,000 إلى حساب النقدي دفعنا بس، ولكن بقي عندي بحساب الالتزام المقدر المستحق عن الدعوة بقي عندي رصيد. قديش بقي رصيد؟ 1,000,000 ناقص 400 600,000. إذا 400,000 دفعناها للمؤلف، بيبقى عندي الباقي. وبهالحالة هاي وبعد ذلك يتم إعادة الزيادة في حساب الالتزام المقدر المستحق عن الدعوة إلى حساب الأرباح المحتجزة باعتبارها خطأ في التقدير. إذا نحن كنا مقدرين الضرر ب1,000,000 ليرة، إذا المصروف اللي كنا متوقعينه 1,000,000، حدث أنه دفعنا 40%، إذا بقي عندي 600، هالـ600 هاي بدنا نحولها إلى أرباح محتجزة، وهنا لا يجب أن نحوله بالكامل، وإنما لازم نقتطع منه ضريبة على الدخل. إذا القيد هلا من الالتزام المقدر المستحق إلى حساب الأرباح المحتجزة وإلى ضريبة الدخل. كيف هذا المبلغ تم تقسيمه بهذا الشكل؟ نحن قلنا أنه الضريبة هي بنسبة وين النسبة؟ بنسبة 20%. إذا بنسبة 20%، كل 100 إذا نحول منه 20% كضريبة، لأنه نحن هذا المصروف اعتبرناه مصروف، انخفض الربح، اعتبرنا 1,000,000 كله مصروف،
وبالتالي انخفض الربح، وبالتالي انخفضت الضريبة. هلا هذا المبلغ ما عاد مصروف، 400 مصروف، هذا حاسبين حسابه، بس 600 ما عاد مصروف. لذلك هال 600 هاي بدي ارجعها الى الارباح والخسائر، طبعا بدي احسب عليه 20% ضريبة الدخل، وبالتالي بنسجل من حساب الالتزام المقدر الى حساب الارباح المحتجزة 480 وضريبة الدخل 120,000. إذا الاحتمال الثالث، هلا الاحتمال الثالث انه دعوة كلها كسبناها، نحن كنا حاسبين حساب انه نخسر مليون ليرة، طلعت الدعوة لصالحنا. فبهالحالة هاي لما كنا متوقعين انه نخسر الدعوة، دفعنا او اعتبرنا مليون ليرة مصروف، وبالتالي انخفض الربح بمليون، وبالتالي انخفضت الضريبة على الربح بذات النسبة. فهلا انه هذا المليون ما عاد هو مصروف، فبدنا نرجعه، اي المصاريف بدها تزيد، اي انه الربح بده، عفوا المصاريف بدها تقل، لانه هذا المبلغ ما دفعناه كتعويض، وبالتالي ليس بمصروف. اذا المصاريف كانت كبيرة انخفضت بمقدار مليون، وبالتالي على هذا المليون كله بدنا ندفع الضريبة من جديد. إذا مليون 20% 200,000 و800,000 اللي هي أرباح محتجزة. خلصنا من الدعاوى القضائية، بقي علينا بس تكلفة الضمان أو الكفالة، آخر فقرة في محاضرتنا لهذا اليوم، والمحاضرة مو طويلة لحد الآن، لحد الآن ساعة وربع، خلينا ناخذ 10 دقائق ثانيات، يعني ساعة ونص إلا. شايفين؟ حلو الكلام؟ أنتوا معاي؟ ولا مع حدا ثاني؟ الكل عم بيفهم علي؟ ماشي. إذا موضوعنا هلا تكلفة الضمان أو الكفالة. الضمان كمان خلينا نبسط لكم الفكرة. إذا اشترينا براد أو غسالة أو كمبيوتر أو تلفزيون أو سيارة، فالبائع بيعطينا، بيقول لك إنه خلال السنة أي شيء بصير معك لهال قطعة هاي تعال صلحها مجانا. وبالتالي الشركة اللي باعتني هذا المنتج بدها تحسب حساب انه بنسبة 5% 3% 1% انه حدا يراجعهم يقول انه صار معانا هيك. وبالتالي المنشأة اذا عندها هيك سياسة الضمان، انه لابد انه يكون عندها بعض الزبائن واكتشفوا انه المنتجات تبعت الشركة فيها عيوب او اعطال معينة خلال فترة سنة الضمان. فالمنشأة لما يصير عندي اشكالية بالبراد باخذ لهم اياه، بيصلحوا لي اياه. شو بيعملوا بالتصليح؟ اذا القسم هذا اللي قام بصيانة البراد باصلاحه، أو القسم اللي قام بصيانة السيارة، أو القسم الخاص بصيانة الكمبيوتر، طب هذا القسم له تكاليف. إذا نحن مقدرين أنه نسبة معينة من البضائع اللي منبيعها للزبائن أنه ترجع لعنا من نتيجة العيوب اللي فيها. فهي هي فكرة تكاليف الضمان. لما بيجي زبون بيقول لي صلح لي البراد لانه تعطل خلال فترة الضمان، اكيد رح نستهلك الكهرباء، اكيد الراتب المهندس والفني اللي صلحوا البراد، اكيد
آجار المكان اللي نحن مستأجرينه، وهذا شيء. الشيء الآخر أنه ممكن البراد يحتاج إلى قطعة غيار أو تبديل، إلى قطعة بدها تغيير. فباعتبار أنه نحن قايلين للزبون أنه خلال السنة الأولى يا زبون يا محترم أي شيء بيصير معك بالمنتج فنحن مسؤولين عنه، فاحتمال أنه الموتور ينضرب، فبدك تجي لما بيجيب لك البراد، الزبون بيجيب لك البراد بدك تغير له الموتور، وبالتالي هذا الموتور لما بدك تغيره بدك تغير له يا مجانا. إذا الضمان هو عبارة عن وعد يقدم من البائع إلى الشاري بأن يضمن السلعة المباعة من عيوب الكمية أو النوعية أو الصنع، وغالبا ما يستخدم الضمان من قبل البائع كأحد تقنيات أو وسائل ترويج المبيعات، وتترتب على الكفالات والضمانات تكاليف. أكيد هاي التكاليف بنسميها تكاليف الصيانة، تكاليف ما بعد البيع، تكاليف الجودة، إلى مصطلحات كثيرة جدا. فتكلفة الضمان، تكلفة الضمان هي عبارة عن خسائر الطارئ. إذا زبون ما اكتشف عيب بالمنتج ما رح يجيني. لما بيجيني زبون واكتشف عيب بالمنتج تبعي فأنا مضطر أني أصلح له إياه، لأنه أنا بقول له ما في عندي أخطاء، ما في عندي عيوب بالمنتج، روح خذ هذا البراد وإذا يصير معك أي شيء أنا مسؤول عنه. إذا أشار معيار المحاسبي رقم 37 إلى أن الضمانات تعد إحدى الالتزامات المتداولة، حيث أن هناك التزاما حاليا نتيجة حدث إلزامي سابق، فالحدث الإلزامي هو بيع المنتج مع الضمان مما ينشأ عنه التزاما قانونيا، وتدفق صادر للموارد محتملة بالنسبة للضمانات ككل. ففي عندي أسلوبين لمعالجة تكاليف الضمان أو تكاليف الصيانة. الأسلوب الأول الأسلوب النقدي، بموجب هذا الأسلوب تحمل تكاليف الضمان على المصروفات عند حدوثها. إذن بموجب هذا الأسلوب تحمل تكاليف الضمان على المصروفات عند حدوثها، أي أنه هالتكاليف هاي تحمل على المدة الزمنية التي يكون فيها البائع والمصنع ملتزمي الضمان، ولا يتم تسجيل التزامات تتعلق بتكاليف مستقبلية ناشئة عن الضمان. أنه أنا بقول له روح معك سنة، هذا البراد انباع سنة هاي ولا مباع للزبون السنة الماضية ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، لا. أنا الزبون جاني وجايب لي براد تبعي، أنا اللي مصنعه، أنا اللي بايعه، جاب لي البراد، فخلال هالسنة هاي قديش دفعت أنا؟ هذون كلهم نعتبرهم أساس نقدي، يعني ما بنلجأ إلى أساس الاستحقاق وإنما إلى الأساس النقدي. أكيد المعالجة المحاسبية راح تكون سهلة بمثال. إذا عند حدوث مصاريف الضمان منسجلها من حدوث من مصاريف الضمان إلى نقدية، في نهاية السنة بنقفل. إذا كل ما دفعت بسجل من مصروف الضمان إلى نقدية، في نهاية السنة بشوف أنا قديش دافع بسكر. هذا حسب مبدأ الاستحقاق أو الأساس النقدي. الأسلوب الثاني أسلوب الاستحقاق. إذا كان هذا الأسلوب يستخدم إذا كان احتمال قيام الزبائن بتقديم مطالبات بموجب الضمانات المتعلقة بالبضائع والخدمات المباعة كبيرا، إذا كان عندي بالسنة بده يجيني واحد أو اثنين، بيستخدم الأساس النقدي.
انه التكلفه اللي بدفعها على الصيانه خلص بحملها على السنه هاي. اما اذا كان في عندي كميات كبيره جدا من المبيعات، يعني شركه سيارات كل سنه بتبيع مئات اذا ما كانت الاف السيارات، وبالتالي كل ما بعنا كل ما زادت السيارات في السوق، فاحتمال انه هالسيارات هاي كمية كبيرة منهم يجوني خلال السنة هاي. طب كيف بدي اصلح انا؟ يعني بجوز افلس من وراء هالاصلاح للسيارات بكم كبير. ولذلك الشركة هون تلجأ الى اسلوب الاستحقاق، الى اسلوب الاستحقاق. اذا يستخدم هذا الاسلوب اذا كان احتمال قيام الزبائن بتقديم مطالبات بموجب الضمانات المتعلقة بالبضائع والخدمات المباعة كبيرا، ويمكن تقدير تكاليف ذات العلاقة بشكل معقول. بنحدد انه بعنا السنة هاي بخمسين مليون، اذا نسبة التكاليف تكاليف الضمان انه هي عبارة عن 5%، فبنهاية كل سنة بنشكل مخصص لهالغاية هاي، نحسب احتياط لأنه أصبح خسارة محتملة 5%. إذا نسجل من حساب مصروف الضمان إلى التزامات الضمان، والمصروف نقفله بملخص الدخل. إذا لسه الإكمال طولوا بالكم، تقوم شركة برد بإنتاج البرادات وبيعها، وقد باعت 600 براد خلال عام 2019، وسعر البراد الواحد 100,000، وكل براد مشمول بضمان لمدة عامين. وقد تبين من الخبرة السابقة أن مصروفات الضمان تبلغ بالمتوسط 5%. إذا خلال سنة 2019 بعنا 600 براد، والبراد بعناه ب100,000، ومصاريف الضمان 5% من قيمة المبيع. تكبدت الشركة مصاريف إصلاح بعض البرادات خلال عام 2019 ب1,250,000 ليرة، منهم 850,000 ليرة قطع غيار، والباقي سددناه نقدا. هذا في عام 2019. في عام 2020 تكبدت شركة مصاريف إصلاح 1,000,000 ليرة، منها 600,000 استبدال، 6 برادات، والباقي نقدا. إذا تسجيل قيود المحاسبية وفق الأسلوبين، أسلوب النقدي وأسلوب مصروف الضمان أو أسلوب الاستحقاق. أول شيء بموجب أسلوب الاستحقاق، بعنا مبيعات خلال عام 2019 من حساب النقدية إلى المبيعات 600 براد ب100,000، 60 مليون ليرة. هذا البيع. إذا أول شيء راح نشوف أساس الاستحقاق، هذا القيد كان لعملية البيع. هلأ القيد الخاص بتكاليف الضمان، القيد الخاص بتكاليف الضمان خلال عام 2019. إذا النسبة هي 5%، 60 مليون ضرب 5% 3 مليون. إذا بنسجل من مصروف الضمان إلى التزامات الضمان المقدرة المبلغ 30 مليون. إذا نحن متوقعين إنه ندفع مصاريف صيانة 3 مليون ليرة. بنهاية السنة بنسجل إذا بتاريخي يتم إقفال مصروف الضمان بمبلغ الدخل المقابل للنفقات بالإيرادات، على اعتبار أن مصروف الضمان هذا ناشئ عن ضمان مبيعات حصل. إذا في عندي مصروف ضمان، في خطأ بالقيد هون. إذا من ملخص الدخل
إلى مطلقة. إذن من حساب ملخص الدخل إلى حساب مصروف الضمان 3 مليون ليرة، لحد الآن ما في أي إشكالية. هلأ مصروف الضمان عن سنة 2019 قديش طلع؟ نحن بشكل فعلي دفعنا 1,250,000. إذن بعام 2019 بعنا 600 براد، كل براد ب 100,000 ليره، اذا طلعوا 60 مليون، والتكاليف الضمان المقدره هي 5%، طلعوا 3 مليون. فعمليه البيع سجلناها مثل ما هي معروفه من حساب الصندوق الى حساب المبيعات 60 مليون. بعدين اثبتنا المصروف الخاص بعام 2019 من مصروف الضمان إلى حساب التزامات الضمان المقدرة، وأقفلنا مصروف الضمان اللي هو 3 مليون بملخص الدخل. هل أجينا على المصروف الفعلي؟ المصروف الفعلي اللي دفعناه عن عام 2019 هو عبارة عن 1,250,000، فهلأ مشكلتنا بمليون و250,000. اذا بدنا نسجل لانه التزام 3 مليون، فهلا هذا التقدير ما طلع بمحله، بدل 3 طلع اقل اللي هو 1,250,000. فبنسكر بالتزامات الضمان المقدره 1,250,000، من التزامات الضمان المقدره 1,250,000 الى حساب النقديه دفعنا 400,000، وقطع غيار ركبناها 850,000 ليرة. إذا بهذا الشكل التزامات الضمان المقدرة كانت 3 مليون، راح منا 1,250,000، بقي عندي 1,750,000، لأنه نحن قلنا أنه المنشأة تضمن منتجاتها لمدة سنتين. فبالسنة الأولى دفعت أنا 1,250,000، بالسنة الثانية قديش بدي أدفع ما بعرف. إذا أنا ملتزم مع الزبون لمدة سنتين، إذا جاب لي البراد اللي بعته إياه أنا خلال السنتين من تاريخ البيع، أنا بدي أصلح له إياه وبدي ركب قطع اللي لازمة، القطع اللازمة. إذا بنهاية سنة 2019 الميزانية راح تبين لي انه عندي التزامات الضمان مقدرة 1,750,000 ليرة. بعام 2020 الالتزامات الضمان المقدرة كانت قديش؟ الالتزام او المصروف الفعلي اللي دفعناه 1,000,000 ليرة. فلذلك من حساب التزامات ضمان المقدرة 1,000,000 إلى حساب النقدية 400، وإلى المخزون لأنه صرفنا 6 برادات جديدة لهم، بدلنا له 6 برادات. هذا الحديث اللي صار هون، شايفين؟ وفي عام 2020 تكبدت الشركة مصاريف إصلاح بعض البرادات 1,000,000 ليرة، منها 600,000 استبدال 6 برادات والباقي نقدا. اذا دفعنا نحن 1,000,000 ليرة من اصل هالمليون 600,000، يعني 6 برادات غيرنا لهم اياها، و 400,000 دفعنا لهم اياها نقدا. اذا من حساب الالتزامات 1,000,000 التزامات الضمان المقدر الى حساب النقديه 400، والى المخزون 600. هلا بنروح الى الاساس النقدي. في عام 2019
طبعا قيد البيع مثل ما هو ما راح يتأثر، فقط فيما يتعلق بالمصروف اللي دفعناه. بلحظة الدفع بس بنسجل القيد من مصروف إلى حساب النقدية دفعنا 400 وقطع غيار اللي سحبناها من المستودعات. هذا في عام 2019. وفي عام 2000 طبعا عام 2019 ملخص الدخل راح نسكر 1,250,000 من ملخص الدخل إلى مصروف الضمان 1,250,000. وفي عام 2020 دفعنا 1,000,000 كمان بنسجل من مصروف الضمان إلى من مصروف ضمان 1,000,000 ليرة إلى المخزون 600 مخزون الإنتاج تام لأنه سلمناه 6 برادات جدد، وإلى حساب النقدية 400,000 ليرة. وشكرا ونشوفكم على خير إن شاء الله. بهذا الشكل أنهينا محاضرتنا لهذا اليوم. طبعا مثل ما أنا شايفين ساعة ونص تماما ودقيقة يعني. اتفقنا على يوم السبت ولا لسه ما اتفقنا؟ اتفقنا الأحد ولا السبت؟ السبت تعويضي. الأحد الساعة 5. شو خبروني الأحد الساعة 5؟ أكيد الأحد الساعة 5 أكيد. السبت الساعة 3 ولا الأحد الساعة 3؟
السبت الساعة 3. والأحد الساعة 3 نفس الشيء، كله الساعة 3. يلا خلينا السبت والأحد ورا بعضهم، الساعة 3 الساعة 3. أنا بناسبني باعتبار الأسبوع الجاي كله عطلة، خلال الأسبوع لازم أعطيكم كل المحاضرات وننهي كل المقرر بأسبوع، لكم خاطركم. يلا معناته موعدنا السبت الساعة 3 والأحد الساعة 3. الأحد نعملها الساعة 5. يلا مشان وئام، كرمال خاطر وئام، يا راما وافقي، يونس وافق، يلا إن شاء الله. خلص الأحد 5 بس السبت الساعة 3. اتفقنا. أي سؤال آخر؟ أي استفسار؟ لا السبت والأحد، السبت والأحد، السبت والأحد، السبت ساعة 3 والأحد ساعة 5، يعني بكرة الجمعة ما في محاضرة، بكرة الجمعة ما في محاضرة، أيام الجمعة ما راح أعطي محاضرات. يعني يونس لا السبت ولا الأحد تقدر تحضر؟ لا السبت ولا الأحد؟ لا ما فهمت دقيقة، بس اليوم يعني الأحد والتنين، السبت والأحد بنفس التوقيت الساعة 3 وساعة 5 عندك محاضرات؟ شو هالصدفة الغريبة العجيبة؟ لك ليش مش ما تقدر تحضر؟ بس خلال الأسبوع الجاي يعني بنتفق يا يونس على المحاضرات اللي بالرمضان، بعد رمضان نتفق على مواعيد تانية، مو إنه بشكل دائم. يعني يوم السبت ساعة 3، يعني ساعة 3 مو ساعة 3 بتوقيتات غير رمضان، ماشي؟ السبت ساعة 3 والأحد ساعة 5 مثل ما اتفقنا. حدا يذكرني. إن شاء الله. ماشي.
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.